عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور خالد عبد الله إبراهيم ديب من جامعة ملك فيصل، وحدة تلفات وأمراض النبات. حقيقة الوحدة عادة تأخذ على عاتقها أنها تقوم بتحقيق أهدافها من خلال واجباتها المنوطة بها، ومن ضمن تلك الأهداف اللي هي الشراكة المجتمعية، رد على تساؤلات كثيرة من المزارعين الصغار أو الشركات الزراعية أو الباحثين، أو قوم بأعمال حقيقة مباشرة لبعض المزارعين أو الشركات الزراعية من خلال تحليل الأمراض والآفات اللي تصيب النباتات عندهم، سواء آفات حشرية أو أمراض بكتيرية فيروسية وفطرية داخل البيت المحمي أو خارج البيت المحمي، وأيضا على النخيل ومحاصيل أخرى. ويهمنا في ذلك أكثر طبعا المزارعين الصغار. من خلال تلك الردود أحيانا تكون ردودنا مباشرة مع المزارع، فلذلك احنا ما نعمل فيها بعض الفيديوهات أو الميديا، ولكن لما يكون موضوع يعني مطروق بشكل كبير في الميديا حول أحد المواضيع اللي تهم مجال وقاية النبات وبالذات النخيل، وهذا طبعا من أحد أهداف وحدة الأفات أمراض النبات اللي هي تهتم بأمراض النخيل. طرق موضوع حقيقة داخل السوشيال ميديا بالذات في كثير من الجروبز اللي كانت تجينا أو تساؤلات واستفسارات اللي كانت تجينا خلال هذه الأيام عن مبيد يستخدم في لقضاء على سوسة النخيل الحمراء، أو نقول لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وهذا مبيد اسمه فوسفيد الألمنيوم. حقيقة المبيد هذا يعني هو معروف من الزمان، يعني هو صنع في ألمانيا عام 1940 ومن مجموعة مبيدات، وكانت تستخدم في الحروب أصلا في الأساس لأنها مادة سامة وقاتلة. يعني هذا المبيد طبعا مصنف يعني تصنيف عالمي من في أمريكا إنه كاتيرجز 1، فلذلك هو توكسيز كاتيرج 1، يعتبر من أكبر وأخطر الغازات السامة وفقا للإدارة الصحة والأمان الأمريكية. فإذا هو ما يختلف عليه اثنان إنه هو سام وقاتل للإنسان البشري، وأيضا يسمى في بعض المصطلحات في بعض الأدبيات أنه القاتل الصامت، لأنه لا يبقى فيه متبقيات داخل الجسم، زي ما أنه هو معروف أنه لا يبقى متبقيات في التربة أو في الماء لأنه بخار متطاير. والأكبر من ذلك أنه لا يوجد لها علاج أصلا، فبعض المبيدات لها بعض العلاجات إلا هذا المبيد، لأنه يستنشق عن طريق مادة سامة، فبعد ذلك باستنشاقه يبتدي الإنسان يموت. طبعاً الخطورة في منظمة الأغذية الزراعية العالمية اللي هي الفاو، فحطت أن المبيد هذا خطر، وأن 2.8 أو أن نقول 2000 جزء في المليون في الهواء ممكن أن تقتل الإنسان. فإذا حنا نتفق عليه أن هذا المبيد ممكن أن يقتل هذا الإنسان، إذا يقتل الإنسان معناه يقتل الحشرات والحيوانات. في الأصل هذا المبيد يستخدم في المستودعات الموانئ، مستودعات المطارات، ويستخدم أيضاً في صومع الغلال لقتل الحشرات الموجودة، وأيضا قوارض مثل الفئران وخلافه، لأن غاز يتطاير بعد التماء الماسة للرطوبة أو الهواء، بعدها يبتدي يدخل بجميع الأماكن المتواجد فيها الحشرات ويقضي عليها. في الآونة الأخيرة شفنا إن بدت الآن ناس تتكلم عن هذا المبيد كهو قاتل للحشرات وأن قاتل لسوسة النخيل الحمراء، وأن هذا المبيد يفترض أنه هو العلاج لهذا الموضوع. أنا أعتقد أن في رأينا حنا يجب أن حنا نأخذ ونعطي في هذا المبيد قبل ما حنا نضع ريكومنديشن، أن في التوصية أنه يفترض أنه يكون علاجي لسوسة النخيل الحمراء. يعني باطلاعنا على بعض أي واحد ممكن يخش في هذا يجد أن هذا المبيد يعني سبب مشكلة كبيرة. أنا حقيقة دخلت على بعض المواقع، خاصة لما ندخل لازم يكون عندنا سورس محدد. يعني فمثلا جريدة العكاظ في 2014 تكلمت عن فتاة وفاة فتاة وتسمى 4 أشخاص في جدة، وحالة كبيرة من التحقيق وكذا ووفاة بسبب هذا المبيد، أن أحد الشركات استخدمت هذا المبيد في تنظيف وتعقيم بعض المنازل الشقق، فتسرب الغاز إلى الشقة الأخرى اللي فيها هذه الطفلة وتوفت. فكيف وصل هذا المبيد لهذه الشركة؟ هذا هناك تساؤلات. حتى في الجريدة نفسها جريدة الشرق الأوسط أيضا قالت أن هناك بعض الشركات المصرح لها بالاستخدام هذا المبيد أنها قد تقوم باستلام هذا المبيد كشركة مصرح لها، بعد ذلك إعادة تعبئة هذه العبوات أو هذا المبيد وتبيعها على بعض الأشخاص الشركات اللي تستفيد من هذا المبيد، وهي زي إن بعبوات صغيرة بدون إن أي علامة إن هذا سام أو هذا خطر. خلينا في 2018 في أبريل في مقالة كتبت هنا
الرياض تعرض ايضا احد الاشخاص عمر هذا 60 عام بطن الوفاة. من ذلك شكلت لجنة حقيقة بواسطة اللجنة هذه برئاسة الدفاع المدني وعضوية كل من وزير الشؤون وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة التجارة والصناعة وهيئة العام للغذاء والدواء والمواصفات المقاييس. إذا معناه أن الموضوع هذا خطر جدا أن تشكل له لجنة بالحجم هذا. ويسمى هذا المبيدات من مبيدات المقيدة الاستخدام. ليش معنى مقيد استخدام؟ يعني لا يمكن استخدامها للمزارع العادي، يجب أن يقوم فيه مهندس متخصص وعنده لايسنس أو رخصة يقوم بهذا العمل أو شركات متخصصة في هذا الأمر. المبيد هذا لم يستخدم الآن لسوسة النخيل الحمراء لأول مرة أو مفاجئة، هذا استخدم في 2004 في أحد المهندسين الزراعيين اللي تكلم هذا أنه موجود حتى في الجزيرة في 2004 تكلم عن هذا المبيد أنه يستخدمه كمادة قاتلة للسوس. عندنا تقرير من وزارة أو الشؤون الزراعية بالبحرين تستخدم ولا زالت تستخدم، ولكن برضو بعد الاتصال معهم قالوا أن هذا مبيد مقيد الاستخدام، يعني لا يستخدم ولا يباع بشكل تجاري، فقط تستخدم وزارة الزراعة في معالجة سوسة النخيل الحمراء في حالات خاصة. فحنا خوف من أن تعميم أن هذا المبيد بشكل كبير هذا شيء خطير حقيقة. طيب هل هو موجود في السوق؟ هو غير موجود في السوق حقيقة. عملنا حنا سيرفي بسيط، نزلنا للبعض المحلات الزراعية المتواجدة في المنطقة هنا من الشرق الشرقية وسألناهم عن هذا المبيد، وأكثرهم قال أن هذا المبيد خطر ويمنع استخدامه، هذا شيء جيد وأنه يمنع بيعه، وهذا شيء جيد حقيقة. نضع نقطة لوزارة الزراعة أنها قامت بهذا الشيء، وإحنا نفتخر بوجود الأمر كذا بالشكل هذا. إحنا مشكلتنا مع هذا المبيد أنه خطر على الإنسان، فإذا لما نجي إحنا نغلف زي ما هو موجود في بعض الناس أنه يعمل هول فتحات في مكان سوسة النخيل الحمراء بعدين يضع نفس التوكسينز أو المبيد ثم يغلف البلاستيك، لكن من يضمني أن هذا البلاستيك حيظل موجود يعني، أو أنه لم يمر فأر أو يمر إنسان أو يمر أداب يقطع هذا نفس البلاستيك وبعد ذلك يبتدي تخرج هذه السموم على الإنسان. طيب خلينا من هذا كله، الإنسان الذي يقوم، المهندس الزراعي الذي يقوم بهذه العملية، هل هو حضر دورات تدريبية؟ هل هو يستطيع القيام بذلك؟ متى يستخدم هذا المبيد؟ أوقات استخدامه متى ممكن نحن نستخدم المبيد؟ سمعت أن هناك تجر لمدة 6 أشهر، هذا المبيد يمكن يطاير حسب الفاو كذا بعد 24 ساعة 48 ساعة 72 ساعة بعدها المبيد هذا يبتدي ينتهي، يقتل كل ما هو موجود يستنشق داخل كذا. هل يوجد بقيات المبيد؟ حسب قراءاتنا حنا لا يوجد بقيات المبيد، لكن اللي وصلنا أخيرا في 2018 تم ورقة علمية تتكلم عن استخدام هذا المبيد في سوسة النخيل الحمراء، وهذول الأخوان عملوا نوع من السيرفي لبعض المبيدات المستخدمة من ضمنها فوسفيد الألمنيوم، ووجدوا أنه هو المبيد الوحيد الذي يمكن سوسة النخيل تتقاوم هذا المبيد 60 مرة إلى 70 مرة. وهذا البيبر موجودة في 2018 ورقة علمية أن سوسة النخيل الحمراء ممكن تقاوم هذا المبيد، يصير عنده حالة ريزيستنس وتحمل هذا المبيد إلى 60 مرة. فحنا ليش نذهب إلى لطريقة علاج النخيل لسوسة النخيل الحمراء بطريقة صعبة جدا أو استخدام مادة سامة علشان نقضي على سوسة النخيل الحمراء؟ سوسة النخيل الحمراء قضاء عليها سهل جدا وهو بالإدارة وليس مبيد. سوسة النخيل الحمراء ليس مبيد، سوسة النخيل الحمراء إدارة مانجمنت. فإحنا لا نجي زي ما قال شخص من الأشخاص أن العملية نجحت المريض ولكن المريض توفى. يعطيكم ألف عافية، الدكتور خالد عبد الله دير، وحدة الآفات أمراض النبات، جامعة الملك فيصل، وشكرا.